كيفك لؤي؟ أنا سيدرا. أهلين. كيف صحتك؟ طالما بعيدة عني منيح. وليش هيك عم تحكي معي بنشافة؟ هلا ما قلت لك امبارح إنه كل شيء بيناتنا انتهى؟ لا ما انتهى. الله يخليكي، بسرعة شو بدك؟ قاعد مع رفقاتي عم بلعب شدة. بدي شوفك. وأنا ما بدي شوفك. وإذا قلت لك إني بروح معك على الاستديو، بتضلك ما بدك تشوفني؟ أكيد. أكيد، بس بشرط بتضلك آدمي ها؟ أنا غصب عنك آدمي. خلاص معناتها بكرة الساعة 2 بنلتقى بنفس المكان. مع مين كنت عم تحكي؟ يعني مع مين؟ مع رفيقتي. دقيتي رقم تاني مشان ما أعرف الرقم الأولاني إذا دقيت الذاكرة. شلون؟ ليش دقيتي بس رقمين؟ كنت بدي أحكي مع رفيقتي وغيرت رأيي. هلا هذا هو كل البيت. ايه هذا مو استوديو، هذا غرفة نوم. ايه بس كامل مكمل، يعني في كل شيء بيخطر على بالي. هونيك المنتفعات وهذا المطبخ، بعدين في مكان نقعد عليه، يعني ما في داعي نقعد على التخت. أكيد ما في داعي. شو بتحبوا تشربوا؟ أكيد عندك كل شيء. أنا باخذ أنينة بيرة، في كام وحدة بالبراد. بدك تشرب بيرة؟ ايه بيرة، لا ويسكي ولا فودكا. إذا بدك يعني ضل قاعدة هون ما بتشرب. تكرمي، جيبي لنا عصير فادية. أحسن معك شيء على توي. عم تشوف سيدرا؟ هي قالت لي حالها لتشوفني. بعلمي كانت ميتة من الرعبة وفجأة ما عادت حكت معي. بس حتى ما يصير كذب، عم شوفها هي وفادية. فادية؟ فادية عم تيجي معها؟ اطمني، ما عم تيجي معها لأنه حنت لي. عم تيجي على أساس إنه سيدرا خايفة على حالها مني. وينك؟ اقعد جيبي سيرة إني قلت لك هذا الحكي ها؟ يعني فادية عم تضل معكم طول الوقت؟ ايه هي على طاولة ونحن على طاولة. وليش ما بتوصلها على الكافيتيريا وبتترككم؟ هيك بدها سيدرا. سيدرا ولا فادية؟ لك يخرب بيتك شو بتلعي؟ حق علي اني حكيت لك. لؤي جيت فادية مع سيدرا مو لله. اختي انسي الموضوع. لك يا فادية يا حبيبتي لا تكون بصلتك محروقة، الله يخليكي. خلاص لا تخافي، بأقرب فرصة رح احكي مع بابا. طبعا حكيت مع امي بس قرار بايد ابي. بعدين ابي هلا علقان مع الجمارك مشان البضاعة. استني هالازمة لتمرق بس. طيب قديش بدها الازمة لتمرق؟ لك شلون ما بدك يعني خاف؟ والله ما يدروا اخواتي ليذبحوني. هلا بهالايام في حدا بيذبح حدا، خلص طمني بالك وما بصير الا اللي بدك اياه. مثل ما عم قلك. بعدين نحن حنشوف بعض ونحكي. لا لؤي، انا ما بقى اشوفك الا بعد ما يعرفوا اهلك انه نحن متزوجين عرفي، ويجوا لعنا ويطلبوني، بس بدون ما يخبروا اهلي انه نحن كاتبين كتاب براني.